اوكي، وهي جت ريكوست حسب ما بنعرف معاك، جت ريكوست. اوكي، بنعمل سند، بجينا الداتا اهو. اوكي، سو نفس الفكرة تبعت انه انا اطلع ريكوست او اطلع ريكوست، اعمل فاير لريكوست من الويب اب تبعي او من البوستمان. هلا شو اللي بيفرق؟ بيفرق في شيء اسمه كمان، ما انه مهم تعرفوه، ما انه ضروري تعرفوه، بس كجنرال هيك شغله جنرال، شيء اسمه هوست، يعني من وين طالع هالريكوست. اوكي، مثلا اذا بتلاحظوا هون الهوست هو اثراي دوت اس اي، ماشي. الهوست هو هون، ما بعرف كيف بيشوفوه هون، ماني ولا مره مجرب، المفروض يكون غير. اوكي، هذا الشيء بيهمكم ليش او بيهمكم تعرفوه بعدين مش هلا. في شيء اسمه كورس، حدا سامع شو يعني بقى، او حدا سامع بالكورس؟ ما بعرف مين رفع ايده، بس تفضل. الكورس هو بيكون ميدلوير. ميدلوير هو فانكشن بتكون ما بين الريكوست والريسبونس اللي احنا عم نعمله. يعني احنا مثلا هذا الريكوست اللي احنا عم نعمله ما بنقدر، ما بيروح ينعمل الا ما يمرق بهذا الميدلوير. فهذا الميدلوير بخلينا نحن نتواصل بين الفرونت اند او الباك اند، لانه الفرونت اند بيكون على هوست معين والباك اند على هوست معين، فكرمال التواصل ما مظبوط بيناتهم ونبعث مظبوط. داتا سو هذا ونجيب هذا داتا. السؤال على طول بسألوه مثلا إذا حدا بده يعمل انترفيو. الكورس هو بوليسي يعني سي اس او شروط بيطبقها البراوزر مشان يحدد اي ريكوستات او اي ويب سايتات تقدر تحكي مع هالباك اند. اوكي، سو مثلا اذا في حالة غير حالة إثرائي، مثلا حالة تانية، مثلا تشوف بتروح على ويب سايت تاني، إذا حاولتوا تطلبوا ريكوست معينة من ويب سايت تاني، ما يعني من لوكال هوست عندكم مثلا أو من البوستمان، هي ما بتزبط، لأنه هو بيكون الباك إند محدد إنه أنا عندي هالويب سايت وهالويب سايت فين بس يطلبوا مني إند بوينتس أو يطلبوا ريكوستات مني. هيدي بعدين بنشوفها إن شاء الله، ماشي، بنحكي فيها بعدين، بس إنه حلو تعرفوا هيك عنا شوي وتعملوا ريسيرش عنا. بس أخلص شي اسمه كورس. أوكي، فينا نتخطى هالكورس عن طريق أو هالشروط أو هالهدف عن طريق اكستنشن اسمها كورس. أوكي، نزلوها من الكروم اكستنشن. إذا بدكم أي شي حكوني كمان بعدين إذا واجهتوا شي بالريسيرش تبعكم. كمان استاذ يحيى، كرمال الكورس كمان بنقدر نعملها بالطريقه الثانيه اللي هي بروكسي، بس بروكسي هي شيء بس مظبوط براكتس، يعني مظبوط منه مظبوط شيء مظبوط. منيح. يس، نحكي كمان بعدين إن شاء الله. طيب، حكينا عن الكورس، حكينا عن جيسون، حكينا عن البوستمان شوي. اوكي، سو قبل ما نفوت بانجلر وقبل ما نفوت قبل ما نفوت بالاوبجكتس والاريز اصلا، خلينا نحكي عن شيء ما حنستعمله بالانجلر ديفلوبمنت عندنا، بس حلو تعرفوه مشان هيك it's a general knowledge، مفروض تعرفوها. في عنا الجافا سكريبت او البراوزرز عاملين اي بي اي اسمه فاتش اي بي اي. اوكي، بنقدر نوصل له عن طريق جافا سكريبت. هل فاتش اي بي اي نقدر نعمل من خلاله اتش تي بي ريكوست. اوكي، شو بيفرق هذا الشيء عن الشيء اللي بدنا نعمله بالانجلر؟ هو الانجلر عاملين شيء زياده عن الفاتش اي بي اي، عاملين شيء خصوصي لهم، يعني فيكم تقولوا اتس انذر اتش تي بي كلاينت مش الفاتش اي بي اي. خليني افرجيكم شو يعني فاتش اي بي اي. جرب انا هيدي مثلا هون. اوكي، خليني اعمل بس كلير للنتورك عشان نشوفوها again. شو بتعمل هيدي الفاتش؟ بتعيط لهيدي الاند بوينت وبعدين بتعمل لها لوج. اوكي، حدا بيعرف شو يعني بروميس؟
اوكي كل شغلة بدها وقت، كل شغلة بدها وقت. let's say API endpoint مثل هيدي مثلا، كل شيء بدها وقت، او هي asynchronous، بدنا نستعمل promise مشان ننطر لتخلص حتى نقدر نستعمل الداتا تبعتها. واذا ملاحظين هون، خلينا نعمل لها call. اذا ملاحظين هون اخذت وقت، صحيح 271 مللي سكند، بس اخذت وقت، ممكن مثلا تطول دقيقه، ممكن تطول ثانيتين. سو حتى لو طولت 1 مللي سكند، بدي استعمل بروميس مشان اقدر احصل على الداتا اللي اعطتني اياها هيدي الريكوست. اوكي سو خليني اكتبها بطريقه اوضح. زيد انا شيء، لا من زيد انا. اوكي هلا شوف شو بصير. اوكي هذا هو شكل البروميس. اوكي لهون ما حفيني اطلع منه داتا، ليش؟ لانه بدي احول هالبروميس لجيسون. اوكي سو شو بعمل؟ بعمل دوت جيسون، كمان ما حيمشي الحال، انا عارف هيدي جيسون كمان بالدوات لحتى تحول هالريسبونس لجيسون. سو كمان في عندنا بروميس تاني. اوكي سو شو بعمل؟ بعمل هيك كمان. اوكي كيف اول شيء، كيف يعني بحث، يعني بحط الكول باك على البروميس، بستعمل شيء اسمه دوت ذن. اوكي كل شيء بروميس عندنا بفوت عليه عن طريق ذن، يعني بعدين، يعني هي كلمة بعدين، يعني بعد ما توصل الريكوست تعمل لي هالشيء. اوكي هذا شيء، سنس هيدي كمان تاخد وقت لحتى تحول الداتا اللي اجتني لا جيسون، كمان بدي بروميس استعمله. سو بفتح ذن تاني، هذا شيء باد براكتس انه احط ذن جوا ذن، بس جاست فور demonstration. هذه فيها شو تكون شو ما كان. اوكي فيها تكون هيك صح. اوكي رجعت لي، شو فيها؟ فيها الداتا اللي انا بدي اياها. اوكي هيدي بهمكم تعرفوها مشان مثلا اذا ما اشتغلتوا انجل او اشتغلتوا شيء تاني مثلا رياكت. انا صراحة برياكت استعملت شيء اسمه رياكت كويري، انا شايف برياكت كويري في اكسسنج بالرياكت. اكسيوس. ايه اكسيوس كمان. سو اشتغلت باكسيوس، اشتغلت برياكت كويري، اتنيناتهم بيشبهوا الفاتش اي بي اي، بس في شغلات يعني بعدين بتعرفوها انه بتسهل عليكم الشغل بريكوستات اكتر. اوكي هلا اكسيوس حاليا مش احسن من رياكت كويري؟ ما عندي فكرة، انا اخر مرة اشتغلت رياكت يمكن مش سنة، بس it was good. ليش؟ لأنه في شغلات straight out of the box، اللي هو ال handling تبع ال is loading، وال handling تبع ال يعني في ال loading state already بيعطيك إياه هو. يعني React query، خليني أفرجيك أنا بس example هيك صغير. لايك مثلا هذا الشاب استعمل فتش، انا بس مستعمل فتش، يمكن خليني اشوف. ما فيني اشوف. مهم شي زمان ما فتحته، بس مهم في شغلات هون مثلا بيعطيك اياها is loading.